طبعا مع بداية العام الجديد، كل سنة وحضراتكم طيبين، ودايما ان شاء الله يكون عام 2019 2023 هو عام الجمال والبطولات. الحقيقة كان لازم ابدأ مع حضراتكم بهذه المقدمة، الحقيقة لان كل كلمة الواحد بيقولها هي حقيقة راسخة من 1907 وحتى الآن، ومع كل سنة جديدة بتكون مبادئ النادي الأهلي اللي عاملة جنان لبعض الناس، اللي دايما من خلال هذه المبادئ بنعمل في إطارها. فالأهلي هو قلعة الرياضة الوطنية في مصر. نشأ النادي الأهلي منذ البداية ناديا مصريا وطنيا. لماذا اختار المؤسسين اسم النادي الأهلي؟ لا، ليه ما سألتش حضرتك كجمهور النادي الأهلي هو ليه اختار مؤسسي النادي الأهلي أو مؤسسو النادي الأهلي اسم النادي الأهلي كاسم لهذا النادي الكبير الوطني؟ عارفين حضراتكم إيه؟ إشارة إلى الأسرة المصرية. إشارة إلى الأسرة المصرية. والترجمة بالإنجليزية ناشونال. يعني إيه؟ الوطني أو الوطنية. فمنذ بداية إنشاء هذا النادي والهدف هو الوطن، ودائما ما يسعى النادي الأهلي لتطوير الرياضة المصرية والمساهمة في تحقيق الإنجازات، لأنه النادي الأهلي هو المنظومة المحترفة بمعنى الكلمة. عندما تتحدث عن النادي الأهلي، عندما تسأل عن النادي الأهلي بتقول إيه؟ ردك بيكون إيه؟ أقرب الأندية لتطبيق نظام الاحتراف الأوروبي ولكن في مصر، وإحنا كل العالم شاهد على ذلك. وكل الحقيقة ما يتم تحقيق إنجازات على مدار تاريخ القلعة الحمراء ده كان بسبب إيه؟ جمهوره ورموزه، رموزه في كل الألعاب والمناصب. أما جمهور النادي الأهلي فدائما هو العامل الرئيسي في الإنجازات والبطولات، وهو الروح التي تمد الجسد بالطاقة لتحقيق الإنجازات. فالنادي الأهلي دايما شعاره إيه؟ زي ما حضراتكم بتشوفوه دايما، تاريخ ومبادئ وتطوير. الحقيقة طول عمرنا قافلين بابنا علينا كفرقة وكجمهور، طول عمرنا وطول عمر حضراتكم انتوا اللاعب رقم واحد.